أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال اشتعال رأس اسطوانة الغاز أو الخرطوم الموصل بين الاسطوانة وشولة البوتاغاز، قم بالآتي: 1- عدم صب الماء بشكل مباشر على رأس الاسطوانة أو الخرطوم نظراً لعدم فعالية وجدوى ذلك. 2- قم بتبليل قطعة قماش بالماء بشكل جيد والتقدم باتجاه اسطوانة الغاز. 3- ألقي قطعة القماش على مكان الاشتعال وقم في نفس الوقت بإغلاق رأس الاسطوانة.